محاضرتنا اليوم بعنوان Design for Fatigue، المحاضرة الثالثة. What is Material Fatigue؟ Material Fatigue هو ظاهرة حينما تفشل الهياكل عند تعرضها لحمل دوري باستمرار Cycle Load. هذا النوع من الضرر الهيكلي يحدث عندما يكون الستريس رينج أقل بكثير من القوة الساكنة للمادة Static Material Strength. الفتيق أو التعب أو الكلال هو المصدر الأكثر شيوعاً وراء فشل الهياكل الميكانيكية. فالكلال هو تطبيق متكرر للضغط على المعدن حيث أنه تفشل المادة بسبب وتسبب الكسر عند تعرضها إلى ضغط بشكل دوري. ويتميز الكلال بثلاث سمات مهمة. أول واحدة اللي هي فقدان القوة loss of strength loss of ductility المطيلية و increased uncertainty in the strength and service life وهي زيادة أو عدم اليقين في القوة وعمر الخدمة. يمكن تقسيم العملية إلى أن تفشل أحد الأجزاء المكونة أو أحد المكونات بسبب التحميل المتكرر إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى خلال عدد كبير من الدورات حيث يتطور الضرر إلى المستوى المجهري ممكن ملاحظته بحيث ينمو ويتشكل الصدع ممكن ملاحظته بالمايكروسكوب. ينمو ويزداد الكراك لكل دورة حتى يصل إلى الكريتيكال لينث الطول الحرج. ثلاثة ينكسر المكون المتصدع لأنه لم يعد قادر على تحمل ذروة الحمل بيك لود. فتيك الكلال هو شكل مهم من أشكال المواد لأشكال السلوك لجميع المواد بما في ذلك المعادن metals, plastic والربر and concrete والخرسانات. كلها تخضع جميع الأجزاء الماكينة إلى حمل مستمر ودوار وضغوط متناوبة. مثلا تتعرض أجنحة الطائرة لأحمال متكررة وأنابيب الغاز والنفط أحمال ثابتة، لكن التأثير الديناميكي تتغير بتغير درجة الحرارة فهذا يسبب الفتيق. بسبب الفتيق هناك العديد من الأحمال أو العديد من المواقف الأخرى يكون يظهر فيها الفشل الكلال بشكل ظاهر جدا، وفي بعض الأحيان صعوبة بالتعرف على حالات الفتيك فيكون نسبة كبيرة من حالات الفتيك تحدث وين في الهندسة. ولتجنب تركيز الإجهادات والأسطح الخشنة والضغوط المتبقى والضغوط بحالة الشد يجب تحضير عينات الفتيق بشكل عناية وبعناية خاصة. Critical factor of fatigue loading العوامل الحرجة أو المهمة في عملية تحميل الكلال. عندنا نوعين من العوامل المؤثرة اللي هي stress range مدى الإجهادات و number of load cycle عدد دورات التحميل. steps leading to fatigue fracture خطوات تؤدي إلى كسر أو فشل الكلال كسر نتيجة الكلال الفتيق. أول شيء نيكوليشن اللي هي تكوين تشققات مايكروسكوب كراك وإنتاج تركيزات لتركيز للإجهاد. كراك جروث النقطة الثانية اللي هي انتشار الشقوق المجهرية. الفراكتشر الكسر واللي هو يكون الكسر ليس مفاجئا ولا مخفيا وانه من ما يمكن ان يتقدم بشكل ممكن تمييزه. اس ان كيرف مثل ما نلاحظ اللي امامنا المخطط انه هو طريقه مفيده لرؤيه الفشل لماده معينه باستخدام منحني الاس ان اللي هو
الاس هو الستريس امبليتيود، والان هي نمبر اوف سايكل تو فيلر، عدد الدورات حتى يتم الفشل. وعند رسمها تتم بين الإجهاد المتناوب وبين عدد الدورات، والمخطط والخط المنقط هذا يمثل لنا الفتيك ليمت. حسب المخطط اللي شفناه فإن الفتيك ليمت هي النقطة اللي تكون بها الإجهاد أقل من الإجهاد النورمال يل ستريس. وأهمية الفتيك ليمت هو أنه إذا تم تحميل المادة تحت هذا الضغط فلن تفشل بغض النظر عن عدد مرات تحميلها. وبعض المواد لا تظهر مثل الألمنيوم والنحاس المغنيسيوم لا يظهر لها فتيك ليمت، لذا يفشلون في أي ضغط وأي عدد دورات. حين آخرين اللي هو الفتيك سترينث والفتيك لايف. الفتيك سترينث اللي هي قوة الكلال أو أنها هي الإجهاد الذي ينتج عنه فشل في عدد معين من الدورات. أما الفتيك لايف اللي هو عمر الكلال هو عدد الدورات المطلوبة لفشل مادة عند إجهاد معين. سايكل هناك عدة ترتيبات مختلفة لتحميل الفتيك، وأبسط نوع من الأحمال هو الضغط المتناوب، حيث تتكون إجهادات متناوبة متساوية للحد الأقصى للضغط، ويكون المتوسط أو معدل الإجهاد صفر. فتختلف إجهاد الانحناء مثلا في الشفت يختلف بهذه الطريقة. حسب هذا الرسم اللي عندنا يمكن الحصول على معظم بيانات خاصية الكلال من هذا النوع من دورة الكلال عن طريق المختبر تيست لابورتوري تيست. بالاختبارات اللي يتم في المختبر يمكن ملاحظة هذا النوع بالعديد من التطبيقات مثلا بالأعمدة الأسطوانية الدوارة حيث تعمل بسرعة ثابتة. فتيك فيرابلز المتغيرات الكلال تحت تأثير الحمل الخارجي تكون غير ثابتة، فتختلف الحالة بالمادة أيضا بمرور الوقت. يمكن وصف الحالة عند نقطة في المادة بالعديد من المتغيرات المختلفة، أما عن طريق الإجهاد أو الانفعال أو تبديد الطاقة. وينظر إلى عملية الكلال إنها مسيطر عليها من قبل متغير معين، وتعرف دورة الحمل لود سايكل يمكن تعريفها بأنها المدة من ذروة أو وقت من دورة واحدة في من one peak in the study variable to the next peak، يعني من دورة واحدة إلى تكملة الدورة الأخرى حتى يتم رسمها بشكل متناوب. وبشكل عام الدورات ليس لها نفس السعة، فتتغير حالة يمكن التحكم بها في الكلال حيث لها نفس القيمة منذ في بداية ونهاية كل دورة تحميل. بالمواد المرنة الإلاستيك ماتيريال يتسبب الحمل الدوري باستجابة دورية للضغط بريديكيت سايكل ستريس، حيث مثل هذه الحالات يتم تحديد دورة التحميل بسهولة. ومنها حسب الشكل اللي هسه راح نلاحظه يكون الإجهاد متغير في حالة الكلال. هذا الستريس مع تايم الإجهاد مع الوقت، هاي الدورة هذا أول بيك وهذا الثاني، هاي أصبحت دورة هاي الثانية. عندنا من هذا الارتفاع إلى هذا الحد الخط المنقط هي السيجما أي. عندنا من هذا الخط المنقط إلى الإحداثي للتايم هو السيجما مين. من المينيمم اللي نازل للرسم من هذا المخطط المنحني منه الى التايم هو سيجما مينيمم. السايكل هي دورة كاملة هاي من هذا يعتبر الرسم الى هاي الجهة. دلتا سيجما هو التغير بين السيجما، سيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم.
الإجهاد الموجب اللي هو إجهاد الشد، والإجهاد السالب يسموه إجهاد الضغط. وأن دورة الإجهاد المتكرر دورة الإجهاد المتكررة تتضمن وجود قيم غير متساوية من الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس، ماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس. ودورة الإجهاد المتكررة يمكن أن تتضمن وجود إجهادات قصوى وإجهادات دنيا، وهي ذات إشارة متعاكسة لأنها عملية شد وضغط أو كلاهما أو إجهادات انضغاطية. إجهادات باختبار الكلال تتضمن أما إكسوال اللي هو tension or compression، flexural اللي هو bending، وtorsional اللي هو twisting التفاف أو لوي. By convention tensile stress are positive and compressive stress are negative. مثل ما قلنا إجهاد الشد يكون positive موجب، والcompression stress إجهاد الضغط are negative سالب. From these tests the following data is generated. عندي بيانات من خلال هذا الرسم راح تظهر لي مجموعة قوانين أقدر استخدمها في الحسابات، اللي هي الإجهاد المستقر أو المين ستريس سيجما ام يساوي السيجما ماكسيمم زائد سيجما مينيمم على 2، والستريس امبليتيود اللي هو الإجهاد المتناوب أو المتغير اللي هو سيجما ماكسيمم ناقص سيجما مينيمم على 2. الستريس رينج يساوينا سيجما ار يمثل سيجما ماكسيمم ناقص سيجما مينيمم. الستريس ريشيو الار اللي هي سيجما مينيمم على السيجما ماكسيمم. أما بالنسبة لدورة الإجهاد المعكوسة فإنه السيجما ماكسيمم تساوي ماينس السيجما مينيمم، والآر تساوي ماينس 1، والسيجما مين المين ستريس يساوي 0. أما بالنسبة لدورة الإجهاد الشد المتكررة بشكل تام فإنه السيجما مينيمم تساوي 0 والآر تساوي 0. الضغط المتوسط أو المين ستريس تنخفض الستريس أمبليتيود السيجما أي لكي تتحمل المادة الضغط المطبق عليها، فيتم تلخيص هذه عن طريق العلاقة لجودمان سيجما للأي تساوي سيجما إي نفتح قوس 1 ناقصا سيجما مين على سيجما ألتيميت تنسايل سترينث. الألتيميت تنسايل سترينث هنا هي قوة الشد القصوى للمادة، والسيجما إي هي الإندرس ليمت للكلال. فمثلا على سبيل المثال إذا تم تحميل جناح الطائرة بالقرب من نقطة الخضوع اللي هي السترينث قوة الخضوع، فالاهتزازات ذات السعات الصغيرة ممكن أن تسبب خدوش، وتنمو هذه الخدوش على شكل فتيك كراك. وهذا السبب أن الطائرات دائما تخضع لفحص روتيني لاكتشاف المناطق العالية الضغط فيها الhigh stress region حتى تبحث للبحث عن الشقوق اللي تظهر فيها. دورات الإجهاد الشكل A يظهر الإجهاد stress والشد الضغط والشد التنشن والكمبرشن، وهي السيجما اي والسيجما مين يساوي 0. الشكل بي يوضح ان اجهاد الشد اكبر من اجهاد الكمبرشن الضغط، اجهاد الشد اكبر من اجهاد الضغط. في الشكل الثالث سي هو انه يشوف ان كل الاجهاد هو عبارة عن شد. الأكثر أهمية لفاتيك دامج أو التي تسبب ضرر للكلال هي ستريس أمبليتيود اللي هي سعة الإجهاد.
ولأي تحليل مفصل يتم عمله يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار متوسط الإجهاد mean stress، ويزداد الإجهاد المتوسط mean stress ويؤثر من الحساسية بزيادة على حساسية الفتيق، بينما يسمح الكومبرسيف mean stress يسمح بالضغط بسعة إجهاد أعلى. تعتمد استجابة المواد لدورات الحمل بشكل كبير على طبيعة الحمل الخارجي اللود external load، والتي يمكن أن يكون أما دوريا أو عشوائيا أو قد يكون من قبل كتل قابلة للتكرار. بالنسبة لهذه الحالتين فإنه يمكن وصف دورة التحميل بأنه ليس سهل بشكل كبير وإنما يتطلب إجراءات خاصة. Factor affecting fatigue property، العوامل المؤثرة على خواص الفتيق الكلال. أول نقطة عندنا surface finish، الإنهاء السطحي أو صقل الأسطح حسب بعض المصادر. يمكن أن تكون علامات تحديد الخدوش هي تعمل على زيادة الضغط وبالتالي تقليص خصائص الكلال. ينتج الطلاء الكهربائي ضغوط متبقية للشد ولها تأثير ضار على الخصائص للفتيق. ثانيا درجة الحرارة، نتيجة لزيادة أكسدة سطح المعدن أو تآكله تؤدي زيادة في درجة الحرارة إلى انخفاض خصائص الكلال. ستريس residual stress اللي هي تسمى الضغوط المتبقية أو الإجهادات، تنتج هذه عن طريق عمليات التصنيع والتشطيب finishing process، حيث تعمل هذا على سطح المادة وتحسن من خصائص الكلال. هيت تريتمنت، المعالجة أو المعاملة الحرارية، تقلل المعالجة بالتصلب والحرارة من الضغوط السطحية وبهذا تتأثر خصائص الكلال للمواد بالهيت تريتمنت. تركيز الإجهادات الستريس كونسنتريشن اللي هو يحدث بسبب التغيرات المفاجئة في ثقوب المقطع العرضي أو الزوايا الحادة، حيث تؤدي بسهولة أكبر إلى فشل الكلال، وحتى الثقب الصغير يمكن أن يقلل من حد الكلال بنسبة 30%. And high cycle fatigue، الكلال المنخفض وعالي الدورة. لا يعتمد تحليل الفتيق دائما على استجابة الإجهاد الستريس، مع ذلك فقد حظي أنه باهتمام كبير تاريخيا لأنه في غالبية البحوث اللي أجريت تكون في هذه النماذج قائمة على الإجهاد وبشكل مفيد. وبناء على عدد دورات التحميل اللازمة لإنتاج الصدع الكراك، فإنه من التمييز بين إجهاد الدورة المنخفضة low cycle fatigue والhigh cycle fatigue، والحد الفاصل بين الاثنين ليس مميزا ولكنه عادة ما يكون بحدود 10,000 دورة بينهما. الأساس المنطقي في هذه الحالة الهاي سايكل فتيق تكون الضغوط منخفضة بدرجة كافية، بحيث يمكن اعتبار علاقة الستريس سترين تكون مرنة. عند العمل مع الهاي سايكل فتيق يستخدم الستريس رينج لوصف الحالة، وبالنسبة للو سايكل فتيق في انه يستخدم ايضا الستريس رينج او الطاقة المشتتة، وتعتبر من الخيارات الشاسعة في هذا المجال. نماذج الكلال، بدأ البحث في مجال الفتيق لأول مرة بالقرن 19 وأدى استمراره إلى عدد من الطرق للتنبؤ بالفتيق الكلال، وأحد النماذج الكلاسيكية هو ما يسمى بمنحنى SN Stress Number of Cycle، حيث يرتبط هذا المنحنى بعدد الدورات للفشل حتى يفشل يعني عمره.
والان هي سعه وكذلك الى سعه الاجهاد الستريس بالتحميل. والاتجاه العام انه يتم الحصول على عمر اطول مع انخفاض في الستريس، وعادة يكون الاعتماد قوي جدا، وان تقليل الستريس فيه يكون بنسبة 10%، الستريس امبليتيود بنسبة 10%، يمكن ان يزيد من عمر الجزء بنسبة 50%، وهذا ما تظهر في بعض المواد حاد للستريس باختبار الكلال. ضغوط للستريس أو الإجهادات اللي تقل عن هذه العتبة أو البداية فإنها تسمى بالإندرس ليمت، اللي هو حد التحمل. إحنا عندنا خطين هنا، الخط الأسود المستمر يمثل السوليد لاين، يمثل الإندرس ليمت، يعني material with endless limit، المواد اللي مع حد التحمل مالتها، بينما الخط المنقط الداش لاين فيمثل material without an endless limit، يعني اللي ما بها حد التحمل. ولا يتم ملاحظة أي ضرر ناتج عن الإجهاد، ويمكن أن تعمل المكونات بمدة لا نهاية. لكن ليس كل المواد لها حد للقدرة على التحمل، لذا يمكن أن تفشل بسبب الفتيق التعب أو الكلال حتى عند مستويات منخفضة من الإجهاد. المحاور كل ما سبق شرحنا كان في المحور باتجاه واحد، لكن بالتحميل المتعدد المحاور تختلف الاتجاهات أو مواقع الحمل الخارجي، وبالتالي فإن تشوه الهيكل يكون باتجاهات مختلفة، وهذا يعني أنه في كل مرة يجب تقييم الإجهاد بشكل كامل أو حسابه بشكل قيمة عددية. وغالبا ما يتم التعامل مع هذا من خلال طرق المستوى الحرج، حيث يتم فحص العديد مثلا من الطائرات في البطاء بحثا عن الطائرة الحرجة التي ممكن أن يبدأ فيها الكلال. وبالتحميل العشوائي الراندوم لودينج فإنه لا يمكن وصف دورة الإجهاد بالسينجل ستريس أمبليتيود، ما ممكن وصفها بشكل منفرد، لأن كل دورة تختلف عن الدورة التالية. ويمكن التنبؤ بالكلال بحيث يجب تحويل سجل الإجهادات إلى طيف إجهاد، أو إلى يعني بشكل تدوينها وتحويلها إلى سبكترم ستريس، يمكن من خلاله مرتبط بالكلال في خطوة من أجل تحليلها. ويمكن استخدام خوارزميات لتحديد مجموعة من المين ستريس لحساب الضغوط المتوسطة أو المعدل للإجهادات. ويمكن استخدام قاعدة بالمجرين ماينر لينير دامج، اللي هي قاعدة الضرر الخطي، وهي طريقة شائعة للتنبؤ بالكلال تحت هذه المجموعة من المستويات للإجهادات المختلفة. شائع بالإجهاد الاهتزازي الفايبريشن فاتيك، حيث تتعرض الهياكل لأحمال ديناميكية، ونظرا أن الضغط يعتمد على التردد depend on frequency فإن يمكن تقييم الكلال في هذا المجال على سبيل المثال باستخدام طرق الكثافة الطيفية للقدرة اللي هي power spectral density methods. وبعض المواد يتأثر عمر الكلال بشدة بعدد العيوب الميكانيكية الدقيقة، وبالنسبة لهذه المواد يكون موقع العيوب له تأثير قوي على عمر الجزء. فعلى سبيل المثال يؤدي وجود خلل في منطقة مجاورة لتركيز الإجهاد إلى تقليل عمر الجزء بشكل كبير مقارنة بجزء آخر له يوجد به عيب بعيد عن منطقة تركيز الإجهاد. ويمكن استخدام الطرق الاحتمالية للتعامل مع هذا النوع من التطبيقات. الكلال
ينتج الفتيك فراكشر الكسر الكلال عن وجود تشققات للكلال فتيك كراكس، والتي تبدأ من خلال الضغوط الدورية أو الإجهادات الدورية سايكل ستريسز. عنده عيوب السطح مثلا الماشين ماركينج اند سليب ستيب. تركيز الإجهاد الأولي يرتبط بهذه الشقوق بشكل منخفض جدا بحيث لا يتسبب في حدوث الكسر الهش، ولكن بريتل فراكشر وقد يكون كافي لإحداث نمو بطيء للشقوق في الداخل. وفي النهاية تصبح هذه الشقوق عميقة بدرجة كافية بحيث يتجاوز تركيز الإجهاد لقوة الكسر ويحدث الفشل بشكل مفاجئ. على هشاشة المادة التي قيد الاختبار، وبالمواد الهشة brittle materials ينمو الكراك ويكبر إلى حجم حرجي وينتشر مباشرة بالهياكل بطريقة سريعة، بينما مع المواد المطيلية ductile materials يستمر الشق بالنمو حتى لا تستطيع المنطقة المتبقية تحمل الحمل ويحدث كسر مطيلي تقريبا فجأة. ويمكن التعرف على هذا الفشل من خلال ظهور الكسر. فشل الكلال ممكن معرفته بشكل سهل. بالنسبة للكسر النموذجي يمكن التمييز بين منطقتين مهمة متميزتين، ويمكن التعرف عليه من خلال سطح الكسر حيث يكون اللي قريب من السطح الكسر يكون أملس ويصبح السطح أكثر خشونة مع زيادة حجم الكراك، ويتم الكشف عن طريق الفحص المجهري الميكروسكوبي على نمط الكسر، وتكون تشبه علامات البيتش مارك علامات الشاطئ والانخفاضات اللي تحدث فيه، فتشير هذه الأنماط إلى تغير الحمل أثناء الخدمة أو إن الحمل متقطع، وتكون الشقوق مثلا هذه تكون الشقوق على النطاق أكثر دقة وتظهر في طرف الشق كأنما بعد كل دورة. تظهر منطقة بلورية خشنة اللي هي الكسر النهائي، حيث تكون شقوق الكلال أيضا على شكل حلقات متحدة المركز وخشنة تتوافق مع مواضع الشق. إحصائيات لكسر الكلال تشمل أول شيء سايكل أندرت N اللي هي دورات التحمل اللي هي عدد الدورات اللي يمكن أن تتحملها العينة دون أن تنكسر. فتيك لايف اللي هو N كابتل نرمز له، واللي هو عدد الدورات المطلوبة لإحداث كسر في ظل حالة إجهاد معينة ضمن أو ظروف الإجهاد. probability fatigue life الNP اللي هي احتمالية الكلال عمر الكلال اللي هي حياة الكلال اللي الفتيك لايف التي يعيشها من أجل P% of population will service اللي هي قد بالنسبة الاحتمالية اللي ممكن يعيش بها هذا الجزء أو يستمر بالعمل. اللي هو فاتيك سترينث قوة الكلال اللي هي أعلى ستريس يمكن أن تتحمل المادة لعدد من الدورات اللي هي N، والفاتيك ليميت اللي هو حد الكلال هو أعلى أيضا ستريس ممكن أن تتحمل مادة ما إذا تعرضت لعدد لا يحصى من الدورات الإجهاد. مخطط الـ SN اللي هو وسيلة لتمثيل نتائج اختبار الكلال الفتيك تيست أو عمر الكلال المتوقع للمادة.
يبدأ عندما يكون هنا في البداية كجزء كراك صغير، تظهر بشكل عند المقطع العرضي له، تظهر بشكل نقطة. ثم من يبدأ بالتحرك الكراك إلى داخل العينة بشكل بطيء، فتظهر بهذا الشكل. وعندما يتعدى نصف المقطع العرضي للعينة بدخوله وين مو بشكل متزايد الكراك، فتظهر عندنا العينة بهذا الشكل. المقطع العرضي قلنا جهة ملساء وجهة بشكل البيتش مارك، وعند الكسر فتظهر بهذا الشكل العينة. بالنسبة لبعض المواد مثل الفولاذ، الستيل، البي بي البي سي سي اللي هي البودي سنتر كيوب، اخذتوها هاي بصف اول من ضمن مواد علم المواد، وسبائك تي اي تيتانيوم الوي، فان منحنى الاس ان ستريس مع النمبر اوف سايكل يكون أفقي، بحيث تنخفض سعة الإجهاد الستريس أمبليبيوت، تنخفض إلى مستوى معين ويطلق على مستوى الإجهاد في هذا الشكل بالفتيج ليمت أو الإنجرس ليمت أو حد التحمل، أما حد الكلال أو حد التحمل، ويكون عادة حوالي من 35 إلى 60% من قوة الشد بالنسبة للستيلز الفولاذ. في بعض المواد بما في ذلك الستيل يكون حد التحمل حوالي للنصف 50% من مقاومة الشد اللي يقدمها، وعندنا قانون اللي يبين العلاقة بين الاندرس ريشيو نسبة التحمل تساوي الاندرس ليمت حد التحمل على التنزايل سترينكس، واللي تقريبا تساوي نصف. بالنسبة للمواد اللي لا تظهر حد للإجهاد أو حد للكلال فتيق لمت، فإن منحنى الـ SN لا يصبح أفقي مثل الألمنيوم، الـ CU، النحاس، الـ MG، المغنيسيوم، لأن سبائك غير حديد وبعض السبائك غير الحديدية، حيث يتم تحديد الـ Fatigue Strength على أنها مستوى، أو تعريفها يمكن على أنها مستوى الضغط الذي سيحدث فيه الفشل لعدد محدد من الدورات. ويمكن استخدام الدورات تصل إلى 10 أو 7 دورة للجزء. وبهذا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، لكن لم نكمل هذا الموضوع، وإن شاء الله نكمله على المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله.